مسكتنا العجوز ما قدرت اهرب يا جماعة، ولا كشاف ولا شيء ولا خلاص يا شيخة. سلام يا جماعة، شو اخباركم؟ ان شاء الله انكم طيبين، وجايكم بلعبة رعب الخالة فاطمة. يا شباب اللعبة مكسرة الدنيا، اللعبة خرافية، لعبة رعب سعودية، انتاج ومصمم سعودي. كل الشكر كل الشكر لمصمم اللعبة، اللعبة خرافية. قصة اللعبة يا شباب عبارة عن الخالة فاطمة، هذه تخطف الناس وتحطهم في غرف وتجبرهم يقومون بأعمالها الجرامية. راح نبدأ يا شباب مع بعض، وراح احط لكم مصمم اللعبه تحت في الوصف. قبل ان نبدا شباب لا تنسون اللايك، تفعيل جرس التنبيهات، واذا ما انت مشترك اشترك عندي في القناه، ولا تنسون نشر قناتي. طيب يا شباب، هذه يطفي النور على طول مجرد ما احط بلاي، يعني اللعبه مره اسطوريه وندعم مصمم اللعبه. يلا يا شباب بلاي. الخاله فاطمه هذه مرعبه، هالعجوز ذي لازم نبدا فيها. اوه دي 41 اليوم يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، انا وين كذا على طول في بداية الغرفة. يا ويل حقلي، أنا وين محشوك هنا؟ وين يخص عليك العجوز؟ إيش ذا؟ فرصة شيء. أوه لسه جاية من تصميم من العابة، بإذن الله أول الداعمين لك. أبشر يا حبيبي، عيادة أوفر ووتش النفسية من ضمن الناس اللي مسبب لهم النفسية. إيش أكياس الزبالة ذي؟ طيب هنا اوكي، نضغط قراءة. اوكي للي بيلاقي هالرسالة انا بكون ميت، بس انا اللي كنت بدالك بالغرفة. الموضوع يخوف هنا، خالة فاطمة مرة اخذتني عشان توريني كيف تسوي جراحة على جثة. ها هاي يا جماعة، يقولك فسرقت مشرط من غرفة العمليات وهي ما انتبهت لما سرقته. اوكي المشرط قدرت افتح فيه باب الغرفة وحاولت اهرب، بس ما قدرت اهرب لان خالة فاطمة كل شوي تحوس في البيت. حصل الله عليك يا عجوز قريح. اوه ياخذ ابليسك. وش ذا؟ انا خبيت المشرط عند السرير تحت الصناديق. حاول تفتح الباب وتهرب من باب الشارع، بس انتبه لا تصيدك المجنونة هذي. صادك كلب يا عجوز. طيب بطلع قبل لا تصيدني وانا اقرا وانا ذا الاشياء ذي اللي عندها. طيب نبحث عن المشرط، اتوقع قال تحت الصناديق هنا. صناديق كيف ادورها ذي؟ ايوه وش ذا؟ دقيقه مندوب مان، ايش مندوب مان ذا؟ طيب لقينا المشرط، اخذنا. طيب بس بستكشف الغرفه هنا ايش فيه. ايوه والله اني ضغط على الشنطه تفتح ترجعني ليه. بسم الله، اخذنا الشنطه. اوكي هذا ايش؟ طن 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 طن. تكفى قفل. لو كان على حقوق بس قفل. بص ولا كلمة. شو يقول؟ أدويتي مخلصة؟ كان قال أدويتي مخلصة. أدويتي اللي زمان ما أخذتها. أدويتي اللي زمان ما أخذتها. أوكي. هنا يقول أدويتي اللي زمان ما أخذتها. أدويتي مخلصة اللي زمان ما أخذها. طيب نحاول نطلع. يقول لك ايه نفتح الباب. ما عاد دي ايه يا ولد، ايش الصعوبه دي؟ اللعب فكين الباب رفسه. معليش متحمس مع سايلنت هيل. بسم الله، هذه خالة فاطمة هذه. لا بارك الله فيك، هرب. طيب بسم الله، لعنة الله على ابليس معجز حطت لي بخور هنا. والله ماني شايف شيء يا حبيبي، حط لي سهم هنا بس ماني شايف. وهذا باب هنا يا اخي، ايش فيه؟ انا ايوه ما شاء الله شماغ وحاط لي عقال هنا وطاقيه. اوكي بسم الله، من دمان رده وانت زي الطيبي، رده يا حبيبي رد. ها وش ذا؟ طب خذه. حلو. يقول لك اف شغل. اها طيب دقيقة نستكشف العجوز اللي هنا ذي. الله ياخذ ابليسها. بسم الله عليك، بسم الله علي انا، بسم الله عليك انت يا اقلع عال وجي. طيب هذا غرفة مين؟ مين انت؟ مين انت؟ انا عبد الله. شلون طلعت؟ عبد الله وش تسوي؟ ايوه ارجع غرفتك بسرعة قبل ما تشوفك الكرية هذي. كرية بس دقيقة. هاي شفت دانا وش صار فيها؟
أمس كانت تصارخ. دانا رح شوف غرفتها وش صار عليها وتعال علمني. بسم الله. دانا تصارخ يقول رح شوف غرفتها وتعال علمني. يقول رح شوف غرفتها وعلمني. طيب طيب خل رح نشوف غرفتها وين. يتوقع هذه غرفة دانا. شباب وش ذا؟ وش ذا الدم؟ وش ذا؟ أوه ياخذ إبليس. بسم الله الله أكبر عليك. أيوة تكفينا دانا فكي. دانا فكي تكفين. والله دانا ما تستجي. طيب الحل بشوف ايش علمني. فرح بشوف علمه في ركضه شيء. والله ما يركض. ايوه ها عبد الله بشر شفت غرفه دانا؟ روح شوفها بسرعه ولا تضيع وقت. يا ابن الحلال ما تفك غرفتها. الله يفك وجه بليس. يا الله يا عجوز دي. دقيقه هالدم رايح من هنا مسحوبه من هنا ورايحه هنا مسحوبه. طيب واحد يبكي واحد يبكي كان صوت بكاء بنت. خلاص خلاص والله اخذ ابليس. انا وين بروح؟ في غرفه هنا في غرفه هنا تحت طاقه. خليني افك ذا والله. دقيقه فكه. قفل الباب. نبي نطلع فوق. والله بطلع فوق اقرب لي. في ركض يا شباب. اقدر اركض عشان لو جتنا العجوز الله يقلعها. بسم الله الرحمن الرحيم. قول بيبي وش ذا؟ القزام السابع ذا واحد منهم. وش ذا؟ خل فك. ها؟ وش ذا اللي تخبى؟ وش اللي دق ذا؟ الله يدق وجهه. ليه يفضحني اللي دق ذا يا جماعة؟ وش ذا؟ ليه؟ وش ذا اللي دق؟ فضحني الزفت. فضحني شيء قاعد يدق يا جماعة. طيب رحنا هناك البخور ليكون عنده شيء. دقيقة اركض 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 اركض. تعال تبخر يا جماعة. ما قريتها. تعال رقم المندوب 053. مندوب مين؟ ترى شباب والله يبي ياخذ ابليس. انا ايش خليني العب هذا العاب بس دعم للمطور اللعبه يا شباب يستاهل كل خير. نزلنا تحت عند المطبخ هنا. هذا ايش الله ياخذ ابليسك من لوحه. خلعتني. الراديو شغال هنا. في ورقه على هذا. ايوه بسم الله. ايش هذا؟ خط يد خالة فاطمة. لعنة الله على ابليس فاطمة. اكيد تكلم زوجها. غداك بالثلاجة. لا تنسى تفتح الكاميرات. المفتاح ورا اللوحة. اللوحة اللي دوبها طاحت. طيب خلاص اوكي اطلع. قول غداك وهذا شو اسمه. بس لا تنسى تفتح الكاميرات. المفتاح ورا اللوحة. اوكي المفتاح ورا اللوحة يا جماعة. وش الانبوبة جيبها هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولا لا المحافظة ذي المطبقية. ول تنسى يقول لك المفتاح ورا اللوحة. الله يقلع ابليس. مفتاح ورا اللوحة. ما فيها شيء. راح ندور. دقيقة وينه؟ ايش ذا؟ في احد؟ تبن في احد؟ كسر الله يدك. والله يا العجيز لا سيدك لا توطى في بطنك. خلاص قول له يا عجوز لا سيدك توطى في بطنك. توطى في بطن مين؟ توطى في بطن مين العجوز؟ وين اول شيء؟ الله ياخذ ابليس. ايوه لعب الحمام خياس. عجوز بطنيه ملو ولعب معجز شطاف فلا الله يقلع الزق. شنو بخاخ؟ خذه. يو بخاخ. ايوه يصير اقدر ابخ فوش خاله فاطمه. ابخ فوش فاطمه مش هذا البنت ذيك شو اسمها؟ يويلي. طيب شي خربان. ايش المساند كذا يا جماعه؟ شي قاعد يلسع هنا.
اطلع 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 محالة فاطمة ما يفي. ايوه ما شاء الله تبارك الله المسلمة لا اله الا الله. كل البيبة مقفلة. اوه 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 وش ذا اللي منبطع بقرش ترى الفنيلة. اركض 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 خلينا نشوفه. يا ورع هذا زوجها منصرع. لا بارك الله في... ايوه خريطة. طيب طيب اطلع اطلع منه اطلع. الله يرحم والديك انا نشبت عنده للشخير. اهرب 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 قبل يشوفك. قالت المفتاح قال المفتاح ورا المفتاح ورا اللوحة يا جماعة. دقيقة دقيقة بندور اللوحات كلها. والله ما راح ارد والله راح اطلع فوق اول شيء بشوي المفتاح بعدين غرفة الكاميرا راح اشوفها. دقيقة دقيقة تبن تبن ماني يم احد هنا في الدم هنا من هنا. اوكي راح اطلع فوق بس ما راح ارد على التلفون لان المفتاح اتوقع انه فوق هناك على لوحتها على وجه هذاك العفن. خلاص تعب تعب طفيت 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 بس باخذ المفتاح ناخذ المفتاح من هنا. اوكي فاتن غرفة الكاميرات وين هي؟ غرفة الكاميرات وين هي؟ العب ياخذ ابليس يا شيخ ياخذ ابليس وش رايك ياخذ ابليس كل. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ياخذ اطلع يا عمي روحي يا جماعه روحي عمي البيت فيه ارواح يا اخي روحي روحي كيف تروح؟ تلفي عني والله ما تبغى تروح عن الكهرباء عداد وينه؟ راحت؟ يا اخي دقيقة خليني اواجهها بالكشاف تروحين ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم هذه ايش؟ هذه غرفة العب العب يا عجوز قريح يا عندها سفرات يا جماعة وش ذا الله ياخذك هالعجوز. اوكي ترى باسورد العاب الحين وين دور الباسورد يا جماعة دقيقة. ايوه العب 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 في شيء راح ناخذه. شو الصور ذي؟ ويلي في مفتاح في مفتاح شفته بالصدفة. مفتاح ايش؟ غرفة دانا دانا ما شفتها. طيب مصلوخة تحت. يلا يلا بروح نشوف غرفة دانا يا جماعة. اتوقع هذه لا هذه غرفة عبد الله. دقيقة 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 غرفة دانا هذه هي. لا إله إلا الله دانا وينك؟ دانا وين؟ فك ايش ذا؟ يوه جوال يوه جوال يا رب في بطارية يا رب في بطارية ما في بطارية يلعب يلعب بس تفون. ايوه ماما اشتقت لك خالة فاطمة عطتني الورقة وقالت اكتبي رسالة ماما كنت ابي اتصل عليك لكن خالة فاطمة قالت الجوال ما في رصيد. يا ويلي تم جلدها من خالة فاطمة. طيب هذا ايش؟ وش ذا؟ وش ذا؟ صكا صكا الدنيا يا مسيكي وش اللي ينصك؟ وش اللي ينصك؟ وهذا وش هو؟ وش هذا؟ وش هو؟ وش ساير؟ ماني فاهم شيء ماني ها. طيب دقيقة دقيقة خل روح ذا ايش عندك ها؟ خالد 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 ملك الدانا بس كذا لقيت دم واشياء فوق السرير. يا ويلي الجوال بعد في الدرج. لقيت دم في غرفة دانا؟ دم في غرفة دانا يا الله ليكون جا عليها الدور. طيب بسرعة تقولي لقيت جوال يمديك تدق على احد يجي فزع؟ لا ما يمديني الجوال ما في شريحه. طيب اسمع يلا عندي فكره. سوي الدم والاشياء اللي شفناها ذاك اليوم
عشان نقدر نبلغ عليها بعدين. كيف؟ واو، واللي يرحم والديك انتبه لبطارية الجوال لا تخلص. طيب طه، هذا اللي فعل وجهي. دقيقة، أنا تحت ما نزلت يا جماعة. دقيقة ما فتش تحت زين. هذا هذا في مفتاح هنا يا جماعة، مفتاح هنا، مفتاح ايش ذا؟ يا ولد خل نروح ندور في غرفة هنا، في غرفة هنا. كثر الغرف حقت العجوز الله ياخذها يا جماعة. ايوه هو ذا. اصبر اصبر، ندور المفتاح وينه؟ ندور الغرفة وين هي؟ فتحناها، ايش فينا؟ العجوز مسوي طلبيات على غفلة، ولا ايش وضعها؟ والله من دمان ذا. غرفة حقت الجراحة. دقيقة، شلل نصفي، ورم الغدة، تشتت انفصام ذهني، قالون عصبي، التهاب الكبد، ربو مزمن. وش في يا جماعة؟ خذه دم. بنسوي الخطة. هذا غرفته ايش؟ المجلس. بيسوون خطة في المجلس يا جماعة. طيب ابر، اقدر اخذ شيء من الابر ذية؟ الله يقلع المعجوزي. وهذا ايش؟ هذه دانا. فاطمة صالح، فاطمة صالح. اوكي خلاص خلاص، خذ البطاقة حقتها. طيب الله ياخذ ابليس معجز. كلية، قلب، رئة، كل وزع يا حبيبي. ودي من دون مان، من دون مان. والله ان الكرتون يذكرني بشيء. ايه وين اروح؟ ندور ندور المجلس هذا. وشنو هذا المجلس؟ هذا المجلس القرف. والله ياخذها كل جثث يا جماعه، كل جثث. امشي امشي، ولا علع ولا خلينا نشوف. الله ياخذ ابليس معاجز. صلختهم صلخ ذولي. يا ويلي يا ويلي ولا يا ويلي. نطلع نطلع الدور، نطلع نطلع من هنا. بنروح نروح لخالد يا جماعه. الخطط كلها عند خالد، الخطط كلها عند خالد. خالد هنا، تعال يا خالد. هي خالد اسمعني. يلا ها عبد الله. ها صورت ادله بالجوال؟ ما صورت كثير. ما بيلحق صور قبل ما تخلص بطاريه الجوال. نبي نصور يا جماعه، نبي نصور، نبي نصور الجثث هذه بالجوال. نطلع الجوال. اوكي طلعنا، طلعنا الجوال يا جماعه، طلعنا الجوال. صور، صورنا 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 يا شباب، صورنا. بنروح هناك، بنروح هناك، بنروح لدوب المشرح حقتها العجوز ذي الكلبه. صورنا هذه، صورنا هذه. اوكي صور الدم ذا، صور البطاقه اهم شيء، العقاقير، ادويه حقتها ذي، كل شيء كل شيء يا حبيبي. بطاقتها كل شيء. تلفون من يرد عليه تلفون. يلا 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 يلا. ها ها خلاص خلاص، اخف 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 الجوال، اخف الجوال، لمسك. اوكي 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 اوكي. والله ما رد يعجي. لا استغفر، خليني اطلع، خليني اطلع، نطلع فوق، نطلع فوق، نطلع فوق. اول شيء برحش الغرفه، بصور الادله، وبعدين ارد على التلفون. دقيقه، تعال 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 بسرعه. يلا خالد. خالد خالد تسمعني؟ اسمعني خالد. الله. يلا صورت ادله بالجوال؟ ما صورت كثير. ما بيلحق صور قبل ما تخلص بطاريه الجوال. ايش صور يا اخي؟ صورت كثير. صور حتى الارضيه، حتى الارضيه هنا. صور صور، صورت كثير وما صورت. صور حتى الشايب. دقيقة، حتى غرفة دانا راح أصورها، كل مكان راح أصوره. ماني مخلي ولا شيء يا جماعة، ماني مخلي ولا شيء.
أدلة هنا كمان أدلة كل شيء من الباب صورته كل حاجة. بصور الغرفة حق الدانة ذيك هنا هنا كفو هنا. رسالة الدانة وين هي؟ يلا خالد خذه يلا. ها هي خالد تسمعني؟ صور طفى الجوال يا جماعة طفى الجوال وانا قاعد اصور. يلا برحب ارجع لخالد نبي نرجع لخالد بشوف ايش عنده من علم. اوكي هي خالد تسمعني؟ يا شباب نبحث عن الباسورد. وين الباسورد هنا؟ اتوقع ان من هنا تحلون الباسورد من هذه الالوان وهذه الصور. فاتوقع بعد تحليلات يا شباب ان الباسورد هذا هنا. حط الباسورد لازم نشوفه. 4 2 3 بسم الله انتر. اوكي 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 بسم الله بسم الله. راح نشغل الاجهزه ذي. لعب قدرت اشغل الكاميرات يا جماعه. اوه العجوز طلعت من غرفتها. هذه اصوات خطوات خاله فاطمه. والله اخذها ليكون قامت من النوم. اي والله قامت. اوه جيتني. فك فك اطلع اطلع يا بقر. امشي امشي فوق. يا ساتر جاتني وانا ما هربت. 3 مرات انهتني ما مداني هربت. لازم نروح هناك. وين العجوز؟ وين؟ ما عندك الشنطة؟ اخذت الشنطة العجوز. ونقعد نبحث. ادلتي راحت فيها يا جماعة ادلتي راحت فيها. الله ياخذك يا عجوز قريح. طيب الحين نبدا من جديد ولا وش وضعنا؟ مسكتني العجوز ما قدرت اهرب يا جماعه. ولا كشاف ولا شيء ولا ولا خلاص يا شيخه. باقي لي مرتين يا جماعه يا جماعه من فين طلعت ذي؟ اسرعها اسرعها طلعوا سريعه وري يا شيخة. بس خلاص يا كلبة يا كلبة. طيب يا شباب وصلت لنهاية اللعب. لا تنسى تدعمني باللايك تفعيل جرس التنبيهات. وإذا ما أنت مشترك اشترك عندي في القناة. ولا تنسوا نشر قناتي. تحياتي لكم جميعا. سلام.